قمم شامخة، برد قارس، رياح عاتية، نقص في الأكسجين، مخاطر جمة، ظروف قاسية تدفع بالجسم البشري إلى تخطي حدود إمكاناته. اختارت مجموعة من المتسلقين العرب مواجهة كل ذلك، والهدف واحد: تسلق أعلى جبل في العالم، إيفرست. في الحلقة السابقة من برنامج في القمة، هنا يبتدي الجد. الكومبو آيس فول خطر، والله يستر يعني ان احنا نعدي على خير. شفت كمية ثلج بحياتي ما شفته. كان لازم نعمل تيم ورك كامب كليننج. ما بعرف اذا الناس بيعرفوا هذا الحكي، بس لما تمرض فوق 5000 متر صعب جدا جسمك يكافح هذا المرض. عندي تحت الكومبو كوف، ان شاء الله ما راح تروح الا لما ننزل. هاي الدفعة الأولى من ثلاثة، بقينا اثنين إن شاء الله. بس الثالثة على الصمت إن شاء الله. يا عن جد عن جد هذا رح يكون أحسن شاور في الدنيا. Six days no shower. This is gonna be a long one. Oh yes. What do you think of the jeans too? يعني it's nice and it feels normal. معي التلفونات تبعوني كمان، هيهم تلفونين عشان الواحد يحس طبيعي 100%. بعد انتهاء أعضاء الفريق من دورتهم الأولى سيقضون أسابيعا في مخيم قاعدة التسلق قبل التوجه إلى الدورة الثانية. محمد، you have to breathe into it. كيف؟ Breathe into it. My nose or mouth? From your mouth. في المخيم الأول بدأت عندنا الكحة اللي هي الكومبو كوف، أنا ومسعود ورائد كنا الثلاثة. Feels good. When are we doing the ride? Both of you guys just look stellar. Feels good, huh? The kumbu cough is an ailment that is indigenous to this valley. 75-80% of the people will end up with this tickle in the back of their throat. Makes you cough all the time. It's kind of cleared my throat completely. Did anyone time it? You got almost an hour left. What? الفريق العملي موجودين هنا في بيس كامب رشحونا نسوي شيء اسمه سانشو، اللي هو نوع من الفيكس أو نوع من هالأشياء هذه اللي يحطوها في الماء مفور، وإحنا قاعد نتنفس البخار. البخار هذا إيش يسوي؟ يرطب شوي الجو ويرطب الرئة ويخلي الواحد يتنفس أحسن شوي. It costs 20 rupees, so about 25 cents for the bottle, and the Nepalis love it. They put it directly under their nose or in water if they have a cold or if they're feeling a little off. Believe it or not, even though we're surrounded by ice and snow, it's drier than most deserts in the world right here. Okay, guys, the manicure will follow this. Perfect. Just relax and think about what kind of color you'd like to choose. I go for clear. Clear? Can't go wrong with clear.
بدأت رها جولتها الثانية على الجبل. أربع صباح في التنت، ولا هيك ثلاث ونص صباح في التنت، برد برد بطريقة يا الله. بس الحمد لله بعد ما بديت أمشي وأكلت وبدأنا نمشي في الآيس فول، it was okay يعني. The ice fall is خطير جدا. The ladders will, it's just unpredictable. My name is Angnur Bisherba and Raj Sherba for Samita. No, I don't think it is too difficult for girls because this time Raz did good. She's stronger than the boys even. يورو مرة روحه حلوة ودايما دايما مبتسم و يعني حتى مثلا مرات يسوي اشياء مو شرط يسوي، يعني مو شرط من his job. يعني امس جاني قال لي خيمتك لازم we have to move it. خيمتك it's dangerous rock fall. I was too lazy. I'm like ما في شيء. He's like no we're moving it. حنشيل خيمتك غصبا عنك. I'm like come on Nuru, give me a break. She's fast, but only thing is just sometimes she's a little bit lazy. Yeah. دايما يسألني إذا أحتاج أي شيء. دايما he's always there. يعني دايما هناك. يعني I'm very lucky. الحمد لله مرة محظوظة. اللي بحكي لك إياه إنه لاحظتوا إحنا نازلين عن طريق كومبو آيس فول إنه عدة مرات الجايز بيحكوا لك لين فورورد، لأنه أنت نازل الكرامبانز ديزايند إنه كل التيث اللي عليهم يمسكوا في الآيس. صح. وده أونلي واي إنه هذا الحكي يصير إذا إن أنت يلين فورورد، لازم يكون عمودي. آه بس أنت ما قاعد تسوي هيك وزحلقت أكثر من مرة، ومرة من المرات كويس إنك كسرت إيدك. مسعود مثل ما إحنا كنا عارفين هو إنسان عنيد، هو صديق وأخ بس عنيد ما يسمع الكلام، فاحنا نحاول ننصحه دائما إن إيش يسوي صح، خاصة إذا سوى شيء غلط، لكن في العادة ما يسمع الكلام. مسعود hold on for what go to little hey go to the right yep yeah why you're using your knee because the you rope is too tight on your crampon use your teeth yeah. The rope is too tight, right? You need to go back a little bit. Okay, there you go. Thank you. There we go. Happy? Yeah, thanks. بشد الحبل كثير بدون ما ينتبه انه في ناس وراه وفي ناس قدامه. وفشو اسمه؟ فصرخت عليه حكيت له مسعود انتبه يعني في ناس معك ثانيين على الحبل. Wait, مسعود. Let me shift. Wait. I blame it on him actually. It's Ryan's fault. واحنا نازلين من شو اسمه كامب 3 على لوتسي فيس، شو بدك تسوي؟ 90 درجة. شو؟ بتقضيها كلياتها مزحلقة على بلاش الواحد يحكي. عن جد؟ More batteries you can give up there on this RX and kind of stuff. Okay, perfect. Yeah. We just packed the essential stuff that we're going to send up with the Sherpas. احنا تناقشنا مع الجايدز على الاشياء اللي احنا راح نطلعها معانا في المخيم الاول والمخيم الثاني. الشيرباز راح يشيلوهم، اللي هم اوريدي شالين معدات واشياء يعني ثقيله. You go down to the Mir essentials. Going through the ice fall is tough and dangerous. And having extra load on your back makes it extra danger.
climbing Sherpa, the role is set up the camp, take all of things what you need, and also give service facility for the clients, for the comfortable things, everything. عشان ما نجوع. شوية تونة كانز فوق. الحين بعد جهز الأشياء اللي رايح معاي لين كامب وان. يعني إحنا نحاول يمكن نوقف 4-5 مرات لما نوصل كامب وان. ففي كل وقفة لازم على الأقل ناكل 200 سعرة حرارية. من هنا لكامب وان تحرق تقريبا 8000 كالوري. 8000 كالوري. يعني كم همبرجر لازم الواحد يأكل محمد؟ كم تشيز برجر؟ كل تشيز برجر تقريبا 700 هذا، يعني لازم تأكل 10 همبرجر بس عشان تعوض اللي بتحرقه. طبعا مستحيل انك تعوض، عشان هيك الواحد بيخسر وزن كثير هنا، بس لازم تضلك تأكل. طيب الكولا حلاوة طحينية، حلاوة طحينية محمد جايبها معاه. هلا شو رأيك نسوي تيست؟ اوه اتس فروزن. محمد الفرزة. اوكي دون كات ماي هاند فور كامب 3 بس اتس وورث ذا افورت. اه شو طيبه؟ اوه اميزنج. دفوا شوي. انا لازم فروزن لايك يعني عن جد مجمد. طبعا في الشمس يمكن. اه ايوه. ايوه. اوكي. انا باخذ كبن. جامده ها؟ يا بس استل. شو سويت واحد الدنيا راجل. شو Cleaning! Housekeeping! We're going to the Western Coom, which is like a microwave. All it's missing is a sunbed. Temperatures are pretty low, and you can have a nice suntan. So let's go. You guys settle up. Go have some fun, huh? Thank you, Michael. Well done. Thank you. Nice work. قلت له بتسوي اللوتس في هيس معناها خلص سويته أبرست. قاعد بستنى في اغراضي الفرشه تبعت الفوم باد والاير ماترس لسه ما وصلوا شو اسمه
مسعود أعطاني الماترس تبعته الاير ماترس بس نشوف إن شاء الله هلا بوصله. Break. I have HRA on the radio right now. Garrett, do you have any other condition with that I can report? He's just holding his head and moaning really bad. Seems to be able to walk a little bit wobbly with the help of the other Sherpa. Yeah, الطيارة الهليكوبتر هي طبعاً أكيد emergency لأنه طالع على 6400-6500 متر. هاي considered يعني very high rescue. كان واحد من الشربز على اللوتسي فيس وقع عليه حجر وصار في عنده كسر في الجمجمة فبدهم ينزلوه. بينما وصل عدد الوفيات هذا العام إلى 3 بما في ذلك 2 من الشيربة، كل ذلك وموسم الصعود إلى القمة لم يحن بعد. يعني الواحد صراحة ما بحب يشوف هاي الشغلات ولا يسمع عنها، بس هاي جزء من التسلق في الجبال. هاينا جاهزين نطلع كامب 2. تقريبا اقل من 7000 متر. شو اسمه؟ رح ننام هناك ليلتين. كامب 1 إلى كامب 2 وصلنا إلى مرحلة صارت زحمة كبيرة على درج، ناس يبون ينزلون وناس يبون يطلعون وصارت فوضى. زحمة على المضبوط، في سلمين لازم ناس يقطعوهم ويمكن في أقل إشي 60-70 واحد. طبعا هذا درس لفوق على الجبل، يعني هون نص مصيبة، لسه الجو كويس والأكسجين لسه وضعه كويس بعده، بس فوق إنه يصير باطل نيك زي هيك ولا الناس ما يسمعوا ولا ما يردوا هذا بسبب مشاكل يعني، ومرات لا سمح الله حدا بيموت. See up there? That's top of Everest. And we're gonna spend the night underneath it. ما بتحسه انك بتقدر تلمسه، وبنفس الوقت بتعرف انه لسه قدامك كمان شهر او اكثر عشان توصل له. احنا الحين تحت إيفرست تماما، باقي بس خلصنا مخيمين، باقي مخيمين، وكل مرة أحس أني أنا أقرب إلى هدفي أن أوصل للقمة، لكن بعد المشوار طويل، لكن شعور حلو يعني أني أوصل هنا وأشوف إيفرست قدامي طول الوقت وأنا قاعد أمشي وإيفرست في وجهي، فمنظر جميل وطول الوقت أنا قاعد أمشي ورافع راسي بس أشوف هالمنظر الجميل. القمة هذه إن شاء الله اللي راح أوقف على راسها في خلال الأسابيع الجايين. نمستي. Oh yeah. Now we can summit this thing.
الطلوع لوتسي فيس يمكن من أصعب الأشياء الواحد راح يسويها بالجبل. وأنا كنت أسمع قصص كبيرة عن قصص كثيرة وكبيرة عن اللوتسي فيس، عن صعوبتها وخطورتها وغيرها. يعني أكيد إحنا شوي متوترين لأننا لازم نصحى الصبح ساعة 3 حتى 2:30 نصحى، 3 راح نفطر، و4 نتوكل على نمشي على اللوتسي فيس لأول مرة إلى كامب 3. هو مش بس القائد الصراحة، يعني كل الناس بيحكوا إذا أنت بتقطع اللوتسي فيس بتوصل لكامب 3 معناها صفى موضوع الصمت موضوع جو، لأنه يمكن هاي واحدة من أصعب المراحل غير يوم الصمت، يعني واحدة من أصعب المراحل. Pancake, sausages, and fried eggs, just like home. Tell me about the ketchup. And frozen ketchup. Yes, good. We did. Thank you. Bert and I had a chance to talk. We both agree that something like a 3 a.m. breakfast and a 4 a.m. climb will work out really well for us. I don't think anybody has been underestimating what we have coming tomorrow. So stick with that. Get ready for a big hard day going all the way up there. الساعة 3 الفجر طالعين على لوتسي فيس المخيم الثالث. أمس سمعنا إن في واحد من الشربز طاح من اللوتسي فيس حوالي 800 متر ما عاش. الحين يبون نطلع نفس المكان. إن شاء الله كان فينا. الواحد قاعد يفكر يعني هل هي تستاهل وصوله للقمة، تستاهل المعاناة أو المخاطرة هذه كلها، خاصة إحنا ما عدنا كلنا عدنا أهل وعدنا ناس ينتظروننا في بيوتنا. كان احنا رايحين مكان خطر شوية، فكرة فاسز لازم نربط نفسنا لا سمح الله حطه الباقيين يحمونا. مايكل Michael, yo. I think I'm going to throw up. Okay. Go ahead. What's that? Try pressure breathing. Try standing up. See if that helps. محمد تعب جدا. طبعا إحنا على ارتفاع كنا تقريبا 7000 متر. فممكن الارتفاع. ممكن طبعا يمكن ما أكل كثير أو شرب مي كثير في أوقات الراحة اللي هي كل ساعة وكل ساعة ونص كنا نوقفها. ما بعرف شو صار معه بالضبط، بس تعب جدا جدا وشو اسمه وظله تعبان طول اليوم. مسعود وقع مرتين في كرفاسز، طبعا مسعود كان وراي فمربوط فيي انا. طبعا مسعود قدي مرتين واضطريت اسحبه، ف يمكن واحده من اصعب الشغلات اللي سويتها لهلا على الجبل. I have some startlingly tough news for you guys. That was the easy part.
The Lutsi face is really dangerous, 80-90 degree face. It's not just the rock falls or ice fall. Anyone can drop a water bottle, an oxygen tank. It freaks you out. Welcome to Camp 3, guys. It ain't easy, but it's high. على 7000 متر أعلى ارتفاع شخصي لي أنا راح الأخيرة تعبت شوية بعد أرجع مع أنه ما في أكل في بطني عشان رجعه الحين بنزل تحت بأسرع وقت أحتاج أكسجين